السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، ورجعت لكم أنا أشوفكم مقطع جديد. وعندنا هسه شباب تحديات الموسم الثالث، الموسم الثالث من السيزون الثالث للأسبوع الخامس. قبل ما نروح للتحديات يا شباب، لا تنسوا تدعمونا من خلال ضغط على زر الاشتراك لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا جرس كل جديد من تحديات أو جلتشات. خلينا نبلش على طول، كمان لا تنسوا تصلوا على النبي يا شباب. خلينا نبلش على طول. وعندنا هو التحدي يا شباب، بحكي لك استخدم قاذفة منشار الشق اللي هي هاي القاذفة، هاي بتقدر تلاقوها في السلاديق وأكثر من مكان. شو بدك تعمل في القاذفة؟ بحكي لك دمر فطر عملاق أو فطر ضخم، مش عارف شو رح يكون الترجمة، لأنه هذا الأسبوع التسريبات فقط كانت فقط في الإنجليزي، فحاولت الترجمة تكون مني أنا، بس هي زي هيك. كل عليك إنك تأخذ هاي قاذفة منشار الشق وإنك تحطم 8 من الفطر هذا العملاق، عليك بس تساوي 8، كان بنفس الجيم او اكثر من جيم او اي مكان بدك اياه، مش لازم نفس المكان اللي نزلت عليه، اي مكان فيه اللي هو هذا الفطر العملاق بتروح عليه وتدمر 8، كان بنفس الجيم يا شباب زي ما حكينا او اكثر من جيم. خلينا ننتقل للتحدي اللي بعده على السريع وخليكم معي. وعين التحدي الثاني يا شباب، تحدي كمان سهل جدا، هو سهل وبالسهل، بس كل اللي عليك بحكي لك في هذا التحدي انك احدث ضرر للخصوم بمقدار 500 من الاعلى باستخدام هسه خلينا نشوف السلاح شو اسمه، خلينا مع بعض نشوفه اللي هو هذا السلاح. سريع سريع بسرعه، خلينا نشوف شو السلاح، هو هذا اللي معي بس خلينا نشوف شو اسمه، اللي هو بندقيه رمايه مخصصه. بدك تاخذ هذا البندقيه رمايه مخصصه وانك تحدث ضرر للخصوم بمقدار 500 كان من نفس الجيم او اكثر من جيم، جيم سولو دو سكواد بدون فريق بدك اياه، لكن انت تكون من اعلى. شفت الخصم هسه هو تحت وانا فوق، حتى لو انت اعلى منه ب 10 سنتي المهم تكون انت اعلى منه وتحدث ضرر بمقدار 500. وزي ما حكيت لك تقدر تعمل نفس الجيم اكثر من جيم، والحلو في هذا كمان تقدر تعمل حكيت لك دمج فريق، فاحسن تسوي دمج فريق عشان تخلصه اسرع. خلينا ننتقل للتحدي اللي بعده على السريع وخليكم معي. وعندنا التحدي الثالث يا شباب، كمان تحدي يعتبر سهل جدا، كل اللي عليك بحكي لك اجمع الحلقات اللي عائمه بالقرب من شلالات الواقع. كل اللي عليك تيجي تنزع على منطقه شلالات الواقع. هسا انا هون في حضرت التحدي قبل ما ينزل هذا التحدي، حضرت هاي التحديات قبل ما ينزل التحدي، المهم مش مبينات عندي. كل اللي عليك تنزل بس تنزع على شلالات الواقع، راح تلاقي في السماء راح يكون عندك عباره عن اللي هي الحلقات العائمه، عليك تاخذ راح يكون الخمس حلقات وعليك فقط انك تاخذهم، بيكون بقرب من شلالات الواقع، عليك تنزل في هاي المنطقه والحلقه راح تشوفهم. هسا اذا كان موقعهم صعب او شيء راح اعمل لك فيديو ثاني منفصل في نفس في المواقع وين هن في الضبط، تمام يا شباب؟ تمام، عشان ما تحكوليش ليش مش مسوي لنا اياهن وكيف، لانه ما بداش شيء. انزل عن شلالات الواقع بتشوف راح اذا كانينش مش جو راح يكونن في الارض، وانا ان شاء الله بعمل لكم فيديو منفصل بس يجي ينزل التحدي بالوقت الرسمي. فننتقل للتحدي اللي بعده على السريع. وعندنا التحدي اللي بعده يا شباب اللي هو بيحكي لك احدث ضرر للخصوم بخلال 10 متر بخلال سلاح الاس ام جي اللي هو هذا رشاش خفيف مشحون، هذا نزلوا لنا اياه جديد، عليك تاخذه لكن تكون على بعد 10 متر او اقل، تمام؟ عليك تحدث ضرر بمقدار فيه 500 كان بنفس الجيم او اكثر من جيم، بس اهم شيء لازم تكون قريب عن الخصم بمقدار زي ما حكيت لك 10 متر او اقل، وبتحدث الضرر زي ما حكيت لك كمان بمقدار 500 كان بنفس الجيم او اكثر من جيم. وفيك تعمل هذا الشباب بدمج فريق، يعني مش لازم تسوي بجيم سولو او دو او سكواد، تمام تمام شباب. خلينا ننتقل لسه للتحدي اللي بعده على السريع. وعندنا التحدي اللي بعده يا شباب بحكي لك ارمي حصن محمول ثم احدث ضرر للخصوم خلال 30 ثانيه من بعد رميه. هسه ما بيعرف شو الحصن المحمول، هسه راح افرجيكم اياه. هي هون هذا هو، كل اللي عليك انك تاخذ هذا الحصن المحمول، بعد هيك كل اللي عليك انك فقط لازم ترمي، ولازم خلال 30 خلال 30 ثانيه من بعد ما ترمي، يعني خلال 30 ثانية، إذا تعدت 30 ثانية ما بنحسب التحدي، تمام؟ لازم يكون حادث ضرر للخصوم بمقدار 50، كان نفس الجيم، مثلا هسا شفت أنا شفت خصمي قدامي على السريع رميتها وبلشت أطوخ على الخصم، هسا معي خلال 30 ثانية، إذا خلال 30 ثانية مش عامل دمج بمقدار 50 ما راح ينحسب التحدي. التحدي شباب جدا سهل، زي ما حكيت لك، بتجيب هذا الحصن المحمول، أول ما تشوف خصم ترميها على السريع، شو كل عليك أول ما هذا تطوق على الخصم. وزي ما حكيت لك خلال 30 ثانيه اذا خلصنا 30 ثانيه ما راح تكمل هذا التحدي. احتمال هاي موجوده كمان في دبلوم فريق، اذا حاب انك تاخذها من دبلوم فريق خذها، جدا جدا سهله ما بدها شيء، بتاخذها بتكون متوفره في الصناديق، بتكون موجوده على الارض، بتكون موجوده في اكثر من مكان، تمام يا شباب. مثل سيك مره ثانيه شفت خصم على السريع، طلعت هون على السريع سريع هسه، هاي شفت الخصم هسه هون راح يكون ببالي،
كل عليه اطلق عليه زي ما حكيت لك معي فقط 30 ثانيه. اذا خلصت 30 ثانيه ما راح ينحسب لي التحدي، لازم ارجع ارمي واحده ثانيه عشان ينحسب لي. تمام يا شباب؟ تمام. وخلينا ننتقل هسه للتحدي اللي بعده على السريع. وعندنا التحدي يا شباب بحكي لك، هذا التحدي اللي بعده بحكي لك اجمع الحصن المحمول والريسبو اللي هو المنشار الشاق، عليك تجمعهم الاثنين لكن في نفس الجيم في مواجهه واحده، يعني مش باكثر من جيم. عليك اول شيء تاخذ اي بدك اياه، تاخذ هاي او تاخذ منشار الشق وعليك تلاقي هذيك. هسه بالنسبه لا اللي هي اللي شو اسمها هي حصن محمول زي ما حكيتكم بتلاقوها في اكثر من مكان بالصناديق في كل مكان. هسه بالنسبه لمنشار الشق كمان في بالصناديق وبدك مكان ثاني مضمون عشان تلاقيه على السريع، مثلا تيجي على هذا البيت اللي هون اللي موجود عند هون عند الثلج، هسه اذا فوت عليه هسه على السريع كل عليك تروح عليه بتلاقي في داخله هذا منشار الشق، عليك انك تاخذه وبتخلص هذا التحدي. زي ما حكيت لازم تجمعهم الاثنين في نفس الجيم، اذا جمعت واحد وبعدين رجعت كمان جيم تجمع كمان واحد ما راح ينحسب، لازم اثنين نفس الجيم زي ما حكيت لكم. خلينا ننتقل هسه للتحدي اللي بعده على السريع. وعندنا التحدي الثالث يا شباب، التحدي الثالث قصدي التحدي الاخير يا شباب من تحديات هذا الاسبوع، كل عليك بحكي لك قم بزياره اسهل تحدي، بحكي لك قم بزياره شلالات الواقع والابراج المائله وشو اسم المنطقة الأخيرة هي بتاعت المتاهة. المهم هن هذول الثلاث مواقع اللي صراحة أروح عليهم، عليك أنك تزورهن كان نفس الجيم أو أكثر من جيم وبتخلصوا هذا التحدي. شفتوا شباب جدا جدا سهل، تحديات الأسبوع هذا جدا سهلة، شلالات الواقع زي ما حكينا، أبراج المائلة والمتاهة، تمام اللي هي معبد المتاهة قصدي، عليك تزور هاي الثلاث وبتخلصوا هذا التحدي. وبس يا شباب هذا كان بس التحديات لليوم، ان شاء الله ما اكون قصرت معكم، وان شاء الله بحاول زي ما حكيت لكم اعمل لكم بعض التحديات اللي ما شرحت لكم اياها كويس، راح اعمل لكم اياها كل واحد منفصل لحال ان شاء الله. وبس يا شباب هذا كان عندنا بس هيك المقطع لليوم، لا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات او جلتشات. وخلينا نشوفكم في فيديو مقطع جديد، مع السلامه، بيس. You gonna die with